كما يؤدي طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية امتحان الشهادة بمادة الصرف، يبلغ عدد الطلاب الثانوية الأزهرية 156,000 منقسمين إلى أكثر من 100,000 طالب وطالبة بالقسم الأدبي ونحو 55,000 بالقسم العلمي. هذا ويؤدي طلاب الثانوية الأزهرية الامتحانات ب 566 لجنة موزعة على مستوى الجمهورية، وتنتهي امتحانات الثانوية الأزهرية في الأول من يوليو المقبل.